صباح الخير هاني وهدى وكل مشاهدين صباح الخير يا عرب بعد زمان عن فقرة معلومات مش عامة. واليوم الفريقين رح يكونوا هاني الحامد عنصر أساسي من الفقرة وعندنا زميلنا حسين الطائي. أهلا وسهلا فيك منتج بصدى الملاعب. رح تكتشفوا هلأ ليش حسين موجود وليه رندا كمان موجودة. رندا النقود بروديوسر معنا وأكيد هدى صباح العناصر السابقة بالفقرة واللي ما لها دخل في الفقرة. عندنا رندا وحسين لسبب. خلينا نكتشف عن شو رح تكون معلوماتنا المش عامة اليوم. ما إنه موضوعنا عن كرة القدم وعندنا هون خبرة رياضية حسين الطائي معروف ولاعب مميز بالملاعب. تنشوف اليوم مبين. انا ما بعرف كيف معلوماتك الرياضيه زينه بس انا اقصد انه ما في يعني ما في تكافؤ. بلا عندك رندا كانت رياضه انا بالنظره حسيت في تكافؤ بالنظره. انت شوف هدى كيف معتمده. انا معتمده اعتماد كلي يعني انت شايله الفقره. ممتاز. عشان هيك عندنا الرجال والنساء وعندنا رندا طبعا خبره رياضيه كبيره. اذا خسرنا نشوف اليوم دانا اذا خسرنا نسوي لهم غدا وإذا خسروا يسوون لنا غدا. إذا خسرتوا اليوم نحتفل بالمرأة اللي بتفهم بكرة القدم. هذا اللي بيكون. نبدأ بأول سؤال باللعبة اليوم. من أي بلد؟ يعني اللي يعرف يجاوب ولا لا واحد حنبلش مع الفريق يعني هذا سؤال لنا. لا ليديز فيرست. ليديز ليديز كرة القدم ما فيها ليديز فيرست. اكتبوا هلا مع السؤال وكتبه وفي وقت محدود معك بس 20 ثانية تجاوب. من أي بلد انطلقت لعبة كرة القدم وفي بونس بوينت لو عرفتوا تقريبا متى بدأت اللعبة. في هنت صغير اللعبة بدأت قبل الميلاد فقولوا لي وين ومتى بأي بلد ومتى. يلا واضح من وجهي قلت لك قبل الميلاد يعني اعطيني البلد. السؤال الاساسي صعب السؤال هذا. انجلترا. لا انجلترا بعدين. طيب طب ساعدينا شوي. بلد مش يعني قديم كثير زي الفراعنه مثلا او بعدهم. لا بلد موجود حاليا كبلد. الفراعنة حضارة مو بلد حضارة. يعني بس قصدي الفراعنة هم أو مش مصر. مش مصر. يلا سريعا خلص الوقت. أوروبا. أوروبا. لا دولة أوروبية. كل ما تساعد الفريق المنافس كانت أوروبية سمو أوروبية. مش عارفة عندي تخمين. بحر الكاريبي. يلا إشي بآسيا مش عارفة. يلعب فيه كريستيانو رونالدو. يلا سريعا خلص الوقت. كريستيانو رونالدو. كريستيانو لعب فيه حاليا موجود هناك. كريستيانو رونالدو. رندا وقتك خلص. خلص وقتك. جيبوتي. خلص الوقت. خلص احنا بنجاوب. احنا نجاوب. لا 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 يلا يا حسين. لا انجلترا 1800 و زين اوكي. الاجابه كرة القدم بشكلها الطبيعي هذا الجديد هي بانجلترا ولكن صح. اساسها في الصين. والله منو اول ملعب كرة القدم في الصين. خلينا نشوف الجواب صحيح. الشائع والمعروف لدى الجميع هو ان كرة القدم بهذا الشكل المعاصر انطلقت ببريطانيا لكن اخترع كرة القدم هو الصينيين وهالشي صار عام 476 قبل الميلاد أي قبل أكثر من 2000 سنة حيث كان الصينيين يلعبوا لعبة اسمها كوجو أو ركل كرة القدم وكانت اللعبة بيمارسها كافة الفئات بدءا من الطبقات الفقيرة وحتى الإمبراطور لكن طبعا قواعد اللعبة تشكلت في منتصف القرن التاسع عشر ببريطانيا وبالتالي فهي موطن اللعبة بشكلها المعاصر عشان هيك كانوا بريطانيا يقولوا باليورو كاب أظن فوتبول is coming home أو soccer is coming home لأن هي تأسست فعليا مع تأسس الاتحاد الإنجليزي ب 1863. بس شغلة أنت حكيت شغلة هلا soccer ولا فوتبول تعرف شو الفرق بين soccer والفوتبول؟ راح اجاوبك على الواتساب. خلينا لا هلا عشان اشوف احكي لك الاجابه على الواتساب. كمل الاسئله ومشوف. يلا السؤال الثاني وراح نبدا معكم. كم يبلغ عمر اقدم نادي كره قدم في العالم واكيد لو عرفتوا اسم او بلد النادي في نقطه اضافيه وحسب. هذه اجابه عند حسن. يلا. نادي مملوك للمملكه العربيه السعوديه نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي. اوكي واي سنه؟ هو حاليا تقريبا حيصير عمره هو لل 56 يصير 100 سنه او 57 يصير 100 سنه يعني حوالي 220 سنه. اوكي 1800 وشيء اخر وثمانينات. اوكي هيك شيء 1800 فريق ثاني تقريبا. ايش عمره بعتقد 160 سنه. وشو الفريق؟ اكيد شيفيلد يونايتد معروف شيفيلد يونايتد.
يلا نشوف الجواب الصحيح. الجواب الصحيح هو نادي شيفيلد لكرة القدم اللي بيلعب بالدوري الممتاز الشمالي، وهو نادي إنجليزي من شيفيلد جنوب يوركشاير، وتأسس في 24 أكتوبر من عام 1857، وهو معترف فيه رسمياً من قبل الفيفا بأنه أقدم نادي كرة قدم في العالم، وتعادل بين الصبايا. لحظة، احنا ما وين البونس بوينت مالتنا؟ أنتوا بتاخذوا بونس، أوكي، اثنين. أنا أعطيتك حتى تقريباً قد العمر. أعطيتني مش تقريباً، أعطيتني تقريباً الجواب الصح. بس العمر هو 160 أو 162. جايز، سؤال. لا، احنا البوينتس هذه بالإكسترا من السؤال الأول. أوكي. طيب يلا تفضلوا على السؤال الثالث. السؤال الثالث، كم بيبلغ، وهون استعملوا حذروا يعني لو ما بتعرفوا الجواب، كم بيبلغ عدد أكبر عدد من الأهداف تم تسجيلها من قبل لاعب واحد في مباراة كرة قدم في التاريخ، والبداية مع الصبايا، وسريعا رندا لأنه يعني الوقت يداهم. ممكن أعطي رينج؟ لأنه أعطيني رينج. بين 15 و20. أوكي، أعلى شيء. فك مباراة واحدة؟ إيه، لا، لاعب واحد بمباراة واحدة. سريعا رينج. الجنسية للمباراة، عدد الأهداف. عدد الأهداف. يمكن 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 والله أعلم، إذا ما تخوني ذاكرة 13. يلا نشوف الجواب الصحيح. الجواب الصحيح اللي دخل الجول هو اللاعب الفرنسي الألماني ستيفن ستانس، واللي قدر عام 1942 يسجل 16 هدف لفريقه ريسينج كلوب دي لانس ضد فريق أوبدي، وكان هالشي في بطولة كأس فرنسا، وما قدر أي شخص تخيله من 80 سنة يكسر هذا الرقم القياسي. هاني كسرها برمضان. سو الجواب راحت النقطة ل بطولة مو دولية. لرندا و ليش؟ هدى. ليش؟ لأنهم جوابهم أقرب. كم قالوا؟ قالوا 15. بنروح للسؤال الرابع. واحد مرة نحن مرة. هذا السؤال المفروض اللي بيحضر رياضة يعرفه. منذ انطلاق كأس العالم، كم بلد توج بالكأس على اعتبار إنه أول مونديال كان عام 1930 ومنبلش مع حسين؟ ويانا؟ شنو السؤال؟ شنو كم بلد؟ كم بلد ربح كأس العالم مونديال من انطلاق اللعبة؟ بس هي من أوروبا، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إنجلترا وإنجلترا و ألمانيا. ثمانية يعني. خمسة، ومن الأرجنتين وأوروغواي وبرازيل. ما بتغيروا؟ الله. إيه، ثمانية. أكيد. إيه، إحنا على الأبواب المونديال. وأنت؟ أنا بعتقد يعني. هم فرق محدودة اللي دائما فازوا. معلومة إضافية عشان تستحقي النقطة، لأنهم فصفصناها احنا. لا، هو عطاك اياهم بالضبط كم سنة. بدك تعرفي كم بلد يعني كل واحد قد ايه اخذ؟ بعرف البرازيل 5 مرات اخذ كأس العالم. أوكي. هاي بحسبها معلومة اكسترا. انت قوية بأشياء بس ضعيفة بالأسئلة. ليش يا ابو؟ نشوف الجواب. يعني سبحان الله، لو الأسئلة كم مرة ممكن يلا يا زلمة، انا برازيلية عشان هيك بعرف. يلا الجواب الصحيح، وخلال 92 عام منذ انطلاق لعبة كرة القدم، او سوري، منذ انطلاق كأس العالم عام 1930، قدرت 8 دول فقط تفوز بكأس العالم لكرة القدم، وهالدول هي البرازيل 5 مرات، ألمانيا وإيطاليا 4 مرات، الأرجنتين 2 مرات، فرنسا 2 مرات، الأوروغواي 2 مرات، وبريطانيا 1 مرة، وأسبانيا 1 مرة. تنشوف كأس العالم مين رح يربح فيها إن شاء الله. يا رب يكون في منتخب عربي. سو راحت النقطة لكم أنتوا التنين. السؤال الأخير، لانه انتوا اعطيتوا المعلومه ومعلومه اكسترا، وهي اعطت كمان معلومه اكسترا. بدنا نستاهل. رندا تستاهل. احنا قلبنا. بدي اعطيك سؤال بعدين. هاني هاني من الفترات السابقه تعلم ما يشك بعدالتي. السؤال الاخير، مين هو الفريق الوحيد اللي ما قدر منتخب البرازيل يهزمه ولا مره بكل مواجهاتهم؟ لازم نبلش مع الصبايا ولا الشباب هلا؟ معنا احنا. بس هو السؤال هذا بكاس العالم ولا بالمجمل؟ بالمجمل؟ بالمجمل. بالمجمل ما بعرف، بس بعرف انه هو خسر. اعطي اسم. خسر ب 98. ما انت حكيتي لنا كره قدم ما قدرت البرازيل تهزمه. ايوه، خسر ب 98 من فريق اوروبا. اي ثينك نوروي. 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 جوابكم نوروي. انتو رتويت للاجابه. بس لا، بس اعطيني معلومه اكثر بما انه رتويت. هي بال 98 ل 2-1، وقبلها كان اكو مباراه وديه صارت فازوا بها النرويج 4-1 على البرازيل، صدمه. وبعدين بال 98 تعادلوا اكثر يمكن، ما فاز. وبال 2006 تعادلوا. يلا الجواب الصحيح، الفريق الوحيد اللي ما قدرت البرازيل تهزمه ولا مره بكل مواجهاتهم هو النرويج. النرويج لعبت 4 مباريات ضد البرازيل في تاريخهم، وتعادلوا ايجابيا مع البرازيل 2 مرات، وهزموهم 2 مرات. شلون؟ ممتاز. والمباراه اللي فازت فيها النرويج 4 يمكن هذه كانت منقوله على الام بي سي، اتذكر والله 4 ام بي سي تنقل مباراه البرازيل. على فكره تعادلتوا تعادل ايجابي.